في فيديو النهاردة حاولت أجمع لكم كل الباراجرافز بتاعت يونت 1. حاولوا تقروها كتير، هتلاقوا نفسكم بتحفظوها. Number 1. My favorite dessert، يعني الحلوى المفضلة ليا. My favorite dessert is the flapjack. الحلوى المفضلة عندي هي الفلابجاك. It is a British food. هي أكلة بريطانية. It is a big square cookie. هي قطعة بسكوت مربعة كبيرة. I make it with oats, butter and honey. أنا بعملها بالشوفان والزبدة والعسل. Flapjack's recipe، يعني طريقة عمل أو طريقة تحضير الفلابجاك. I melt butter, sugar and honey. بذوب الزبدة والسكر والعسل. I add oats and stir well. بضيف شوفان وبقلب كويس. I bake for 20 minutes. بخبزهم لعشرين دقيقة. When the flapjacks are cold, I slice them into small squares. لما الفلابجاك بيبرد شوية بقطعهم لمربعات صغيرة. Being healthy، إن احنا نكون بصحة جيدة، أصحاء. You should do a lot of sports، لازم تعمل رياضة كتير. You should eat fruits and vegetables، ضروري إنك تاكل فاكهة وخضار. You should drink more water، من الضروري إنك تشرب مية أكتر بكميات أكبر. You shouldn't eat a lot of sweets، مش ضروري إنك تاكل سكريات وحلويات كتير. دمياطة Governorate، محافظة دمياط. The farmers in Damietta can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes and guavas. الفلاحين في دمياط بيزرعوا الأرز، الطماطم، البطاطس، القمح، الليمون، العنب والجوافة. Fishermen catch thousands of fish in the sea. الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك في البحر. Cows, goats and sheep live in Damietta Governorate too. البقر، الماعز والخرفان بيعيشوا برضو في محافظة دمياط. دمياطي تشيز is very famous. الجبنة الدمياطي مشهورة جدا. Alexandria Governorate، محافظة الأسكندرية. Alexandria Governorate is located on the Mediterranean Sea in northern Egypt. محافظة الأسكندرية موجودة على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. Farmers there grow corn, maize, rice, wheat, sorghum and beans. الفلاحين هناك بيزرعوا ذرة، أرز،
قمح وحبوب أو بقول. It is famous for its beautiful beaches, museums, and Alexandria Library. مشهورة بشواطئها الجميلة ومتاحفها ومكتبة الإسكندرية. About 5 million people live in this part of Egypt. حوالي 5 مليون شخص بيعيش في الجزء ده من مصر، يعني في محافظة الإسكندرية. Everyone should visit the beautiful Alexandria Governorate. كل الناس لازم وضروري إن هم يزوروا محافظة الإسكندرية الجميلة. Cairo Governorate، محافظة القاهرة. Cairo Governorate is located near the Nile Delta. محافظة القاهرة تقع بالقرب من دلتا النيل. It is the capital of Egypt. هي عاصمة مصر. Farmers there grow tomatoes, onions, sugarcane, and oranges. الفلاحين في القاهرة بيزرعوا طماطم، بصل، قصب السكر، والبرتقال. It is famous for its Islamic and Coptic sites in Old Cairo. مشهورة بمعالمها الإسلامية والقبطية في القاهرة القديمة. The Egyptian Museum، المتحف المصري. And the Pyramids of Giza، وأهرامات الجيزة. About 10 million people live in this part of Egypt. حوالي 10 مليون شخص بيعيشوا في الجزء ده من مصر، يعني في محافظة القاهرة. Everyone should visit the beautiful Cairo Governorate. كل الناس من الضروري إنهم يزوروا محافظة القاهرة الجميلة. أحب أقول للطلبة بتوعي، لو أي حد ساكن في محافظة غير دمياط واسكندرية والقاهرة، يحاول يعمل ريسيرش من على النت ويطلع معلومات عن محافظته ويكتبها في شكل باراجراف جايز تجيله في الامتحان.